لا تزال الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة تتعرض منذ الأحد الماضي لقصف مكثف وغارات لطيران الجيش السوري، فيما يطلق مسلحون قذائف باتجاه دمشق. وقد أسفرت الغارات على مناطق عدة بالغوطة لليوم السادس على التوالي عن مقتل 9 أشخاص، ما يزيد عدد الضحايا إلى 400 منذ الأحد. ويأتي ذلك فيما أسقطت مروحيات عسكرية سورية منشورات في الغوطة تحث فيها المدنيين على المغادرة عبر مسارات محددة مع التعهد بتأمين سكنهم في مخيمات مؤقتة، كما دعت المسلحين إلى إلقاء أسلحتهم والتقدم عبر هذا المعبر وفق إجراءات أمنية لتسليم أنفسهم. وشهدت أحياء شرقي دمشق القريبة من الغوطة حركة نزوح مكثفة للمدنيين إلى غرب العاصمة السورية بعيدا من قصف المعارضة وخطوط المواجهة المتوقعة في حال تقدم الجيش السوري على الأرض. ما في شيء بالأبو، ما في شيء، يلا أخي أخليني عندك دغري، ما في شيء، ما في شيء، الأبو ما هون، ما هون برا الأبو. وفي سياق متصل، قصفت القوات التركية قافلة آليات محملة بمواد إغاثية ووقود وسيارات مدنية عبر على الطريق الواصل بين نبل وعفرين بريف حلب الشمالي. وأفادت وكالة سانا السورية بأن مدفعية قوات النظام التركي استهدفت بأكثر من 50 قذيفة قافلة قرب قرية الزيارة قبل وصولها إلى مدينة عفرين، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 12 آخرين على الأقل، إضافة إلى تدمير عدد من السيارات والشاحنات وصهاريج الوقود، ونقل الجرحى إلى المشافي في مدينة عفرين وبلدة الزهراء القريبة.